Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous visitons un appartement à Marie Park, LPP F5 à Ouled Fayette. Vraiment très très bel appartement, refait entièrement par son propriétaire. Je vous laisse admirer, Inch'Allah, il est vraiment très beau, Inch'Allah. Si vous avez des commentaires, allez-y. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Merci pour votre fidélité. Et si vous avez vous-même un appartement à nettoyer ou une villa, faites appel à nos équipes. Ce sera avec plaisir, Inch'Allah. À très bientôt. Allah yahafzkoum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا من آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت النفس حباب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا إذا والفتية من الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي بين يحصر ما لبثوا ومدى نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها نقد قلنا إذا انشقطا هؤلاء قومنا يتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمضى الله ممن افتراه على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمحجت منهم رعبا وكذلك بعثناهم
يتساءل بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما هو لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى الطعامات فليأتكم برزق منه ويتلت